شكرا عليك يا كابتن اسلام، وطبعا سلام لضيوفك كابتن بلال. انا مش عارف مين مع حضرتك تاني والله. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن كريم، كابتن اسامه عربي، كابتن اسامه حسني. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ مبروك يا كابتن. مبروك عليك يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا لينا، والحمد لله بالتاكيد لحالتنا وتاكيد للحاله اللي اللعيبه كانت فيها، ولتصميمهم ان هو عايزين يخلصوا ان شاء الله كل المباريات كده يعني. فالحمد لله، الحمد ربنا على النتيجه والاداء الحمد لله. كابتن اسامه، النادي الاهلي الشوط الاول يعني ما كانش كويس الحقيقه في الشوط الاول، ما راحش للجون نادي بيراميدز بشكل كبير زي ما كنا متعودين دايما يا كابتن سامي، انا اسف. فايه رايك في سير المباراه سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني، اتغير بشكل كبير جدا؟ مباراه زي ما انت قلت، الشوط الاولاني فعلا ما كانش عندنا حظوظ كويس، لكن شفت اسلوب لعب بيراميدز كان متحفظ جدا، بيلعب قافل اجوات. النهارده بيلعب بالاثنين باكين، سواء حمدي وطارق طه عشان يقفل اللي جابها سواء من عند فتحي، ونفس القصه الناحيه الثانيه اسلام ورجب بكار. طبيعي انت بتلعب خصم كابتن اسلام بيشتغل على الحاجات، القوه بتاع المنافس اللي قصاده بيشتغل على الحاجات اللي عنده، فكان ده طبيعي. رغم كده احنا كان عندنا برضه فرص، كان ممكن نخلص المباراه من بدري، لكن الحمد لله اللي انت ترجع المباراه وتصمم. اعتقد ان دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي وتصميمهم ان هم يخلصوا المباراه. اعتقد الحمد لله كان ربنا الحمد لله الحظ حالفنا، وطبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا كنت عارف ان دي ماتش مهم جدا يعني، هم محتاجين الماتش ده في مكسبهم، واحنا الحمد لله اللي كنا عند اللعيبه كانت عند الثقه، واتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله. تغييرات يا كابتن سامي النهارده كانت تغييرين دفعه واحده، وبعد كده كهربا في الدقائق الاخيره، يعني برضه اشرح لنا اسباب التغييرات. انت كنت متاخر، كان طبيعي جدا، لازم تشتغل كده. لازم وليد، انت عارف وليد بيعمل كفه كويسه، راجل بيقدر يشتغل على الجون كويس، راجل بيقدر يعمل لك الترويج الثاني بيقدر يعملها كويس، فاضي نفس القصه، روح جديده، وواحد عنده دوافع اللي هو يؤدي مستويات كويسه، يقدر يلعب بالكوره العاليه كويسه برضه نفس القصه. فاعتقد الحمد لله في نفس الوقت التغيير الثالث كان كهرباء برضه نفس القصه، راجل بيقدر يلعب على الجون، بيقدر يجيب جون. فاعتقد ان كانت التغييرات كلها هجوميه، وكان ده يعني اعتقد ان ده تفكير الراجل دايما، اللي هو دايما بيفكر هجومي، وده حاجه ايجابيه الحمد لله. طب هل تغيير كهرباء اتاخر شويه؟ يعني هو نازل في الدقيقه 85 اعتقد او 86 كمان. يعني انت عارف انت بيبقى احساس تغيير 85 وتوقيت، يعني انت بتستنى شويه، على بتستنى وقت كتير قوي على حسين، عشان انت عارف الاحساس في اي وقت ممكن يكون برضه من اللعيبه المميزه جدا على الطول. لكن اعتقد ان الحمد لله طالما الكابتن كسبنا الحمد لله، اعتقد ان كل الامور بتبقى كويسه، وان شاء الله نفكر في اللي جاي ان شاء الله. كيف ينظر الجهاز الفني لمباراه سان داونز؟ لسه كابتن، لسه حضرتك يا كابتن اسلام عارف ان احنا بنشتغل كل واحده كل ماتش بوقت. احنا لسه عندنا ماتشين مهمين جدا، نفكر في بعد كده، نفكر في سان داونز. زي ما النهارده كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب مباراه النهارده، مهمه جدا بالنسبه لنا، مهمه جدا عشان نكسر حته اللي الفرقه حظها علينا. بالعكس، لان يمكن الماتشات اللي قبل كده السنه اللي فاتت برضه كنا احنا متفوقين في اوقات كثيره من المباراه، وما كانش ربنا بيكتب المكسب يعني. لكن اعتقد الحمد لله النهارده ربنا كلم جهودنا، لان الناس بتشتغل كويسه، كل الناس بتشتغل كويسه، سواء اللعيبه، اللعيبه عندها تفصيل تعمل حاجه كويسه لجمهورها وتعمل حاجه كويسه لنفسها. فاعتقد الحمد لله ان احنا هنفكر في ماتش سان داونز ان شاء الله، لكن الماتشات دي اعداد كويس ليها، اللي انت بتبقى بتلاعب فرق مميزه زي بيراميدز النهارده، وبتقدر ترجع اللي انت هتلاعب ماتش مهم جدا زي السوبر، وتقدر ان شاء الله تشتغل فيه كويس، يبقى بروفه كويسه ماتش سان داونز. لكن هنمشي كابتن واحده واحده ان شاء الله يعني. انا عاوز اطمن جمهور النادي الاهلي ان الناس كلها بتخلص، والناس كلها بتجتهد، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرضينا. اخيرا يا كابتن سامي، هل من الممكن ان نرى في المباريات القادمه للنادي الاهلي سياسه التدوير؟ هو شغال عليها فتره طويله خلال الفتره اللي فاتت، ولكن المباريات القادمه مباريات صعبه جدا. هو زي ما حضرتك قلت، انت الراجل بيشتغل على كده كتير، يمكن الماتش اللي فات كان انت بتشوف تاني، وبتشوف فتحي النهارده، الماتش اللي فات كان ايمن، والنهارده نفس القصه، علي معروف بيرجع تاني، متولي بيخش، باجي النهارده الحمد لله بيبقى ليه دور، كهربا بياخد فترات كبيره من المباراه، وريد سنتناب. يبقى اعتقد ان احنا الراجل ماشي على كده بالسياسه ديت، يعني لانك انت محتاج كل اللعيبه، وعندك لعيبه الحمد لله عندها حلول كتيره، وتخلق منافسه بين اللعيبه عشان يبقى، لان اللي كسبان في الاول والاخر هي الفرقه يعني.
فاعتقد ان هو راجل ماشي بالسياسه ديت، والحمد لله الحمد لله ربنا موفقه فيها، وان شاء الله نكمل فيها ان شاء الله، ونحقق ان شاء الله كل البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان المدرب النادي الاهلي. طبعا يعني